ينضم معنا من القاهرة هاتفيا المحلل السياسي والمختص في الشأن الإيراني الأستاذ أحمد البحيري. مرحبا بك أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ أحمد، احتضنت قطر الإرهاب ورعت الجماعات الإرهابية التي تهدف لضرب استقرار المنطقة، كما دعمت نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف وفي مملكة البحرين الشقيقة، وكل ما يضر أمن المنطقة من انعكاس القرار الخليجي الموحد بقطع العلاقات الدبلوماسية. تعليقكم؟ يعني خلينا نقول في البداية ما جاء اليوم قبل موضوع إيران، ما جاء اليوم من الدول الأربعة الثلاثة الخليجية بجانب مصر حول العلاقة مع دولة قطر، أعتقد أن هذا الأمر هو أمر كان متوقع وهو الحد الأدنى من الأمور، وخاصة أن هذه ليست الواقعة الأولى التي تقوم بها قطر. هناك تحذير من المرحوم الراحل الملك عبد الله عندما قام بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، ثم خرج ما يسمى باتفاق أو تعهد الرياض عندما تعهد الشيخ تميم على مزيد من وقف ما سمي بدعم العناصر المتطرفة والإرهابية، سواء كانت متمثلة في جماعة تدخل المسلمين أو عناصر إرهابية أخرى أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كان على رأسها الدولة المصرية. وكان هناك بعض النتائج منها وقف ما تسمى بالجزيرة مصر بشكل مباشر أو تحسين بعض العلاقات، لكن ما حدث أن ما تعهد به الشيخ تميم لم يوفي به بشكل كبير. هناك استمرار في دعم الميليشيات المسلحة والعناصر الإرهابية سواء كانت عن طريق القاعدة أو داعش، وهذا مرتبط بتاريخ أعتقد كانت تعلمه المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة وباقي دول الخليج منذ ما سمي باحتواء أو إخفاء المتهم الأول في أحداث 11 سبتمبر أو الذي تم إخفاؤه في منزل وزير الداخلية القطري، وأيضا علاقة قطر بدعم مالي مباشر مع أبو مصعب السرقاوي عندما جاء عن طريق أفغانستان وقدم إلى الدوحة قبل الوصول إلى العراق قبل تأسيس ما يسمى بتنظيم بلاد الرافدين في العراق، قبل الذي تحول بعد ذلك لما يسمى بداعش أو الدولة الإسلامية. يعني ذلك أن قطر بالرغم أن هناك معلومات كانت مؤكدة لدى هذه الدولة، لكن كان هناك ما يسمى بشعرة معاوية، هناك محاولة احتضان بقطر لأنها جزء من النسيج العربي، وبرغم من ذلك استمرت قطر في هذا المنوال. يضاف إلى ذلك ما جاء فيما بعد ذلك لمحاولة، يعني خليني أكون أكثر خفة في التعبير، خيانة الصف العربي خاصة في القتال المباشر في اليمن. ما خرج من اتصالات مباشرة ما بين قطر وما بين الحوثيين بشكل مباشر، خليني أتوقف على بعض التغريدات وبعض التصريحات من الجانب الحوثي الآن حوالين الموقف القطري والإشادة به والداعي به. هذا ليس فقط دليل مباشر على علاقة قطر بالحوثيين، ولكن هناك أدلة أدركتها أجهزة المخابرات هذه الدول الخارجية والقيادة السياسية لتلك الدول على علاقات مباشرة في نفس التوقيت الذي تعهد فيه الشيخ تميم ودولة قطر بالعمل العسكري المباشر في مواجهة التمرد في مواجهة الحوثيين. وبرغم من ذلك كان هناك يعني أشبه بخيانة، أنا آسف هذا المصطلح، ولكن هذا هو التعبير الأدق الذي وصل إلى القيادة السياسية في الدول الأربعة وأيضا إلى المحيط العربي، أن هناك خيانة من طرف عربي جاءت هذه الدول تحافظ عليه تحاول أن تدمجه بالرغم من كل أموره الكثيرة خلال السنوات الماضية في محاولة شك الصف العربي أو حتى في التدخل في الشؤون العربية، ولكن كان هناك محاولة احتواء. لكن وصل الأمر عندما أصبح التهديد تهديد مباشر، عندما لوح الشيخ تميم بعلاقته مع طهران في تدخل مباشر وسافر في بعض الأمور الداخلية لهذه الدول. حضرتك تحدثت عن بعض الأمور في المملكة العربية السعودية خاصة في المنطقة الشرقية، نحن نتحدث عن البحرين بشكل أساسي، نحن نتحدث أيضا عن بعض الشيعة في باقي دول الخليج، وأعتقد أن دولة الكويت سيظهر إليها بعض المعلومات لها أيضا علاقة بهذا الأمر. هناك محاولة من الشيخ تميم ومن القيادة السياسية في دولة قطر للعب بأوراق في منتهى الخطورة يهدد، لم فقط نحن نتحدث ليست على علاقة مع بعض الأطراف والميليشيات المسلحة، نحن نتحدث الآن عن بقاء لأمن دول، نتحدث عن بقاء شعوب، نحن نتحدث على محاولة تحويل ما تبقى من الدول العربية المتماسكة لشبيه بليبيا وبسوريا وبالعراق. نحن أصبح
هناك خطر حقيقي وهناك أجندة تدار في الخفاء لمحاولة تنفيذ أجندات معينة بتحالف أصبح واضح الآن ما بين الدوحة وبين طهران بشكل مباشر. أعتقد أن هناك بعض الأطراف سيتم إظهارها خلال الفترة القادمة، سواء كانت أطراف إقليمية أيضا، سواء ما يسمى ب يعني فواعل بدون الدول، سواء كانت هذه تنظيمات كحماس كبعض التنظيمات الأخرى، أو حتى دول إقليمية أو دولية. أعتقد أن الفترة القادمة سيكون هناك مزيد من الأمور، ولكن أعتقد أيضا أن ما زالت أمام قطر فرصة إذا أرادت القيادة السياسية القطرية أن تعود إلى رشدها. هناك كما قبلت أو قبل الراحل الملك عبد الله عودة الشيخ تميم إلى الصف العربي مع تعهدات الرياض، لكن أعتقد أن هذه المرة لن يكون هناك تعهد في وثيقة فقط، لكن هناك تعهدات حقيقية بشكل مباشر. وأعتقد أن الشيخ تميم الآن وعلى الأسرة الحاكمة في دولة قطر، أعتقد أن هناك أصبح هناك أزمة حقيقية في استمرار الشيخ تميم في توليه إلى السلطة، لأن هناك أصبح خلاف وهناك تحدي وهناك محاولة لفرض وتكسير إرادات يضر بالأمن الإقليمي وفي حتى أمن قطر بشكل مباشر. أعتقد أن هناك فرصة إذا توصلت القيادة السياسية القطرية إلى الأسرة الحاكمة القطرية، وهنا نتحدث عن الشيخ تميم فقط، إلى مؤسسات الدولة القطرية، أن قطر أصبحت مهددة كدولة. ليس هنا نتحدث على لسان الدول الخارجية أو مصر أن هناك عدوان لقدر الله من قبل هذه الدول اتجاه قطر، لا، أنا متحدث عن ذلك، لكن أتحدث على أن هناك تهديد، أن هناك أصبح الآن عزلة كاملة لقطر من محيطها العربي بشكل كامل. هذا تهديد مباشر على المواطن القطري. أعتقد أن هناك فرصة وما زال هناك فرصة، وكما قبل الراحل عبد الله الملك عبد الله رحمه الله بعودة قطر إلى الصف العربي، أعتقد أن الشيخ محمد بن زايد والملك عبد الله والملك حمد ورئيس السيسي وباقي القادة العربية قادرة أن تعود قطر إلى المحيط العربي، ولكن هذه المرة ليست فقط بغلق قناة الجزيرة مصر أو غلق قناة الجزيرة أصلا الرئيسية أو وقف الحمل الإعلامي. أعتقد أن هناك إجراءات جوهرية حقيقية على قطر أن تتخذها بضمانات حقيقية، جزء منها أن تكون هناك علاقتها مع تلك الميليشيات الإرهابية والمسلحة، علاقتها مع طهران بشكل مباشر، وأن تكون جزء حقيقي من المحيط العربي وليس عامل أنا آسف هذا المصطلح أيضا لا أريد أستغربه عن أي قطر عربي، عامل خيانة للمحيط العربي. أستاذ أحمد، دأبت قطر على نكث التزاماتها الدولية وخرق الاتفاقات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد المملكة والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية، برأيك ما المقصود بهذا النهج؟ هذا النهج يعني زي ما ذكرت حضرتك منذ قليل، يعني هناك يعني مسارات متعددة لاستخدام دولة قطر. خلينا أقف عند أبسط مثال، يعني دائما نحن نتحدث عن قناة الجزيرة، لكن أصبحت قطر الآن هناك أزرع إعلامية، سواء كانت هذه الأزرع الإعلامية بشكل تقليدي كوسائل إعلام تقليدية تلفزيون أو جرايد، وخلينا أخذ مثال وأكون واضح مع حضرتك، ما يسمى بالقناة العربي التي تبث من لندن وهي المسؤولة عنها أو بيديرها الآن هو هذا الشخص المسمى عزمي بشارة وهو المقرب من الشيخ تميم. عندما نقف أمام هذه الأداة وهي أداة واحدة بشكل مباشر، نتحدث عن هجوم مباشر اتجاه أمن الدول العربية، هناك تدخل سافر بشكل مباشر اتجاه أمن الدول العربية، هناك دعم واستضافة لبعض الميليشيات، وكان آخرها ما حدث من بعض الميليشيات من مجلس شورى المجاهدين في دارنا بعد الضربة المصرية اتجاه بعض الميليشيات والعناصر الإرهابية من القاعدة ومن داعش في دارنا، عندما تم استضافتهم على قناة الجزيرة وعلى تلك القنوات تحت مسمى أنهم مجاهدون، أنهم من ضمن العناصر الثورية من ثورة ليبيا وهم عناصر إرهابية، وكلنا نعلم ما هو مجلس شورى المجاهدي دارنا بشكل أساسي وكتيبة بوسليم وتلك التنظيمات المحسوبة بشكل أساسي على تنظيم القاعدة. فأصبح قطر تستخدم أدوات متعددة، هذه الأدوات ليست فقط بدعم مباشر
لتنظيمات إرهابية، ولكن هناك دعم إعلامي، هناك دعم سياسي، هناك دعم مالي، هناك دعم عسكري. يعني نحن نتحدث على أشكال عدة من الدعم بما فيها حتى السوشيال ميديا. ما حدث من محاولة قطر لدفع المزيد من التمويلات، آخر تقرير صادر من إحدى الثينك تانك الدولية وكان جزء منها مركز بشار الشرق الأدنى، عندما وضع أن هناك موازنة وضعتها قطر ليقوم من حوالي 2 مليار دولار خلال عام 2014-2015 للسوشيال ميديا وحدها على تويتر على الفيسبوك لتجيش هذه السوشيال ميديا، جزء منها كبير جدا وهمي لمحاولة رفع أسهم بعض التنظيمات، ضرب أسهم بعض التنظيمات، تنظيمات عمل هاشتاج اتجاه بعض الدول واتجاه بعض الزعماء، رفع بعض المسؤولين والعناصر الإرهابية كأنهم مجاهدين وكأنهم ثوريين، وأصبح منطق الثوري ومنطق الإرهابي عند قطر مختلف جذريا عن، مش هقول بقى عن الدول العربية، عن حتى مواثيق الأمم المتحدة، عن الأدبيات في العلوم السياسية، من هو الثوري ومن هو الإرهابي، من هو المناضل في وجه الاستعمار ومن هو المتمرد. هناك المصطلحات أصبحت بالنسبة لقطر متداخلة، متناقضة مع محيطها، متناقضة مع حتى الأدبيات العلوم السياسية، فأصبحت الدعم السياسي والدعم المالي والدعم الإعلامي والدعم العسكري أيضا اتجاه الميليشيات والعناصر الإرهابية المسلحة أصبح ممتد وأصبح واضح. وللأسف القيادة السياسية العربية تتحدث عن دعم واحد، هو الدعم المالي والدعم العسكري لتنظيمات إرهابية، ولكن أعتقد وجهة نظري الدعم الإعلامي والدعم السياسي يمكن لا يقل أهمية عن الدعم المالي والدعم العسكري بشكل أساسي. حضرتك الآن انظري على السوشيال ميديا، تويتر أو الفيسبوك أو غيره، وحضرتك تقري بشكل مباشر المتناقضة الجماعية، الحوثيين في نفس الصف اللي موجود في جماعة الإخوان المسلمين سواء الموجودين على الأراضي القطرية أو في تركيا أو في بعض الدول الأخرى، بجانب بعض الناشطين الإيرانيين. سبحان الله، الثلاثة المتناقضات اللي هم بيكفروا بعض، الإخوان بيكفر الشيعة والشيعة بيكفر الإخوان، أصبحوا الآن متفقين على دعم الشيخ تميم، على دعم الموقف القطري ومهاجمة باقي المواقف الأخرى. هذا هو الهدف المطلوب من الدعم أو المصاريف اللي بتصرف والفلوس اللي بتدفع وتنفق على السوشيال ميديا، هذه الحالة السياسية وهذه الحالة الإعلامية. للأسف هناك مسارات متعددة، أعتقد أن المرة دي لا يمكن أن يتم الاتفاق بالضغط على قطر لوقف دعمها المالي فقط أو دعمها السياسي فقط أو دعمها الإعلامي فقط أو العسكري فقط في العناصر الإرهابية. نحن نتحدث عن قطع كامل في العلاقة ووقف كافة الإمدادات ما بين قطر وبين تلك التنظيمات إذا أرادت بالفعل. وأنا كل شوية أقولها أن هناك ما زال هناك فرصة عند القيادة السياسية القطرية، عند دولة قطر، أن سيظل الشعب القطري هو جزء من المحيط العربي، وسيظل هو إخوة في هذه الدولة، ولا يمكن إنكار ذلك. ونحن نتحدث عن الدولة الرسمية القطرية، ما زال أمامها فرصة للعودة إلى محيطها وإلى الخندق الواحد في المحيط العربي إذا أرادت الأسرة الحاكمة وإذا أرادت مؤسسات الدولة. وهنا لا أتحدث عن الشيخ تميم. من القاهرة المحلل السياسي والمختص في الشأن الإيراني الأستاذ أحمد البحيري، شكرا جزيلا لك.